طيب اقول لكم حاجه، اقول لكم كل اللي بيحصل ده وكل الكلام اللي بيتقال ده بيتقال ليه ولا بلاش؟ والتسخين ده كله على مشام موسيماني. النهارده كان هناك لجنه قانونيه عليا لمكافحه الفساد وعدم الشفافيه من وزاره الشباب والرياضه، موجوده في مقر اتحاد كره القدم النهارده طول اليوم لفحص حاجتين. الحاجة الأولى، أين اختفى وكيف اختفى خطاب الكاف لتنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ وإزاي هذا الجواب ما راحش النادي الأهلي وإزاي اتحاد كرة القدم أخفاه؟ النقطة الثانية، الجوانب المالية الخاصة باتحاد كرة القدم، ده مش كلامي، مش المجلس ده بس، اتحاد كرة القدم، مش كلام يا فندم، ده كلام أو بيان وزارة الشباب والرياضة. السيد الوزير له تصريح أن نتيجة التحقيق ستكون يوم الخميس القادم. شكرا يا سيادة الوزير على استجابتك للحق، مش هقول للنادي الأهلي، ولكن استجابتك للحق، واستجابتك دائما إن أنت مش عايز دايما يكون في فساد ولا عدم شفافية. فسيادة الوزير إن شاء الله هننتظر ليوم الخميس عشان نعرف إيه اللي حصل في موضوع جواب الاتحاد كرة القدم. عرفتوا الدنيا ولع عليه وسخنة ليه على موضوع بيتسو موسيماني؟ الناس عايزة تاخدنا في هذا الاتجاه، عايزين يروحوا يقول لك إيه أصل لجنة. حد النهاردة سمع في موضوع إن اللجنة راحت واللجنة عملت؟ محدش خد باله. صح ولا مش صح؟ محدش خد باله. إن اللجنة، في لجنة راحت وبتفتش من الصبح لغاية من شوية، أنا معرفش، أنا سبت ودخلت، فما اعرفش خلصت ولا لسه. خلصوا اعمالهم النهارده وهيكملوا بكره، وفي الغالب كمان هيروحوا النادي الاهلي ويستمعوا للنادي الاهلي ويعرفوا وجهه نظر ويتواصلوا مع الكاف كمان كل الاطراف عشان يعرفوا تفاصيل الموضوع. اللجنه بتكمل عملها. اللجنه النهارده كان في تصريح لو معانا يا شباب نحطه، ان سياده الوزير قال إن يوم الخميس اللي جاي سيتم الإعلان عن نتيجة اللي حصل. أتمنى. عمالين نتكلم عن بيتسو موسيماني ومين اللي جاي ومين اللي هيخلف بيتسو موسيماني، تمام نتكلم ونقول ونعمل، ولكن مش هنسيب هذا الأمر، مش هنسيب حق النادي الأهلي، هنفضل ورا حق النادي الأهلي لانتهاء في لغاية لما نعرف الموضوع. وعندنا وزير للشباب والرياضة الحقيقة أهو طلع قال أنا يوم الخميس إن شاء الله لو جاهز يا شباب التصريح. طيب حاولوا تجيبوه، حاولوا تجيبوه وحطوه لنا. قال إن يوم الخميس إن شاء الله هيبقى الإعلان عن نتيجة اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت. نتمنى إن ده يحصل، ولن يسكت جمهور النادي الأهلي عن حق النادي الأهلي في معرفة هو الجواب فين.